أذهب بكم إلى الآية 21 بعد البسملة من سورة السجدة، ألف لام ميم، السجدة. ماذا تقول هذه الآية؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى في الرجعة، العذاب الأكبر في القيامة الكبرى. لماذا يذاقون من العذاب الأدنى؟ الآية في آخرها تقول لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الهدى، يرجعون إلى الحق. هذه هي الرحمة الحسينية، هذا هو المضمون الذي يجعلنا نتلمس ولو من بعيد شيئا من حق الحسين الثابت في رقابنا. من زار الحسين عارفا بحقه. لكن ما يحدثونكم عن الحسين وكأنه جنرال عسكري قام بانقلاب على حكومة من حكومات دول العالم الثالث. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الحق. بحسب أحاديثهم العذاب الأدنى في مطلع من مطالع هذه الآية يتحقق في العصر القائمي الأول، وكذلك في مطالع أخرى في مراتب الكرات والرجعات إلى زمان الدولة العلوية الكبرى، وبعدها تبدأ مرحلة السلام ومرحلة الرحمة، إنها الدولة المحمدية العظمى. فالعذاب الأدنى مرتبة من مراتبه في العصر القائمي الأول، ومراتب أخرى في الكرات والرجعات التي يحدث ما يحدث فيها من قتال وحرب إلى زمان الدولة العلوية الكبرى، حيث يتحقق الوقت المعلوم وينتهي إبليس بكل مشاريعه وبرامج ضلاله، كي تفتح الأبواب إلى الدولة المحمدية العظمى، إلى جنة الأرض، إلى جنة الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. من أوضح آيات الرجعة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون فلا يلقوا بأنفسهم في العذاب الأكبر الذي هو عذاب يوم القيامة. أية رحمة
أية رحمة عند محمد وآل محمد، وأية رحمة دفع الحسين ثمنها، دفع نحره الشريف. قد يقول قائل: لماذا لا تكون الرحمة من دون نحر الحسين؟ هذا موضوع سنأتي عليه، لكن ليس في هذه الحلقة. هذه موضوعات بحاجة إلى شرح، إلى تفصيل، إلى بيان، سنأتي عليه. اصطبروا علي وسنأتي عليه إذا سنحت فرصة في قادم الحلقات هذه إن شاء الله تعالى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مثلما قلت لكم، نحن لا نستطيع أن ندرك الأغوار العميقة للرجعة العظيمة، لكنني أتحرك في أفنية فلسفتها عبر آيات قرآنهم، وأتلمس متدبرا من خلال مضامين أحاديثهم التفسيرية التي تفسر لنا قرآنهم، وهكذا بايعنا بيعة الغدير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا يأخذني بشكل مباشر إلى سورة الإسراء. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن من مطالع الآيات الأولى في سورة الإسراء، من مطالعها التفسيرية، حدثتكم بشكل إجمالي عن قاعدة المطالع والمجاري في تفسير القرآن، وهي من القواعد المهمة والمهمة جدا بحسب المنهج العلوي لتفسير القرآن. في مطلع من مطالعها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وهنا العنوان بنو إسرائيل هو عنوان لهذه الأمة التي تقول من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله، هكذا هم يقولون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ظلامة الأمير قتل الأمير وظلامة الحسن، ولتعلن علوا كبيرا قتل الحسين. والتفصيل لا أجد مجالا لذكره، وأنا قد حدثتكم عن هذا المضمون فيما يرتبط بالقتل الثاني لسيد الشهداء، بالمقتلة الثانية، حيث هناك إشارة في سياق هذه الآيات. إذا ما ذهبنا إلى الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فمتى ستكون هذه العودة؟ ستكون هذه
العودة في الرجعة، لأن الآية تحدثت عن القتل الأول وعن التفاصيل التي قبل القتل الأول، ما يرتبط بظلامة الأمير وظلامة المجتبى. ألا لعنة الله على من ظلم الأمير ومن ظلم المجتبى. وإن عدتم عدنا، متى هذا؟ في الرجعة، فإن الآية بعد ذلك تقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فهذه العودة في الرجعة. إذا قرأنا الآية من بدايتها عسى ربكم أن يرحمكم، متى؟ في الرجعة، بعد كل الذي قد جرى. عسى ربكم، بإمكانكم أن تغيروا مصيركم، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير هو هذا الحصير الذي يفرش، فجعلنا جهنم فراشهم، جعلنا جهنم حصيرا لهم، ينامون عليه ويجلسون عليه ويأكلون عليه ويشربون عليه. ففي جهنم هناك طعام وهناك شراب وهناك حياة وهناك بيوت. جهنم عالم كبير، عالم واسع. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الإنسان لا ينتهي بموته، هذا التصور تصور شيطاني. الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يتصور أنه سينتهي بالموت. الموت ما هو نهاية؟ الموت كما يقول سيد الشهداء نقلة من دار إلى دار، لكن الدار بعد الموت نحن الذين سنقوم بحجزها في أي فندق سيكون حجزنا، هذا أمر راجع إلينا. إلى أي جهة ستكون سياحتنا، سيكون سفرنا، هذا أمر نحن نحدده. في سورة محمد صلى الله عليه وآله كلام عجيب بحاجة إلى تدبر عميق، بحاجة إلى وقفة طويلة. في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وما بعدها، دققوا معي، دققوا معي وتدبروا معي، وعودوا إلى المصحف بعد الحلقة. كما قلت لكم إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة محمد وما بعدها. والذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا انتهت حياتهم. والذين قتلوا في سبيل الله، بحسب أحاديث العترة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم، سبيل الله سبيل علي وآل علي. هذا ما هو كلامي،
رواياتهم تقول سبيل الله سبيل علي، والذين قتلوا في سبيل الله في سبيل علي وآل علي. ما أنتم تخاطبون إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه حينما تقرؤون دعاء الندبة الشريف، فماذا تقولون؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أبناء الحسين، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أبناء الحسين من سجادهم إلى قائمهم، هؤلاء هم أبناء الحسين الذين يتحدث عنهم دعاء الندبة في هذه العبارة. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ لو لم يكونوا هؤلاء لكان الدعاء يقول أين أبناء الحسن؟ أين أبناء الحسين؟ أيضا، لكن لأن الحديث عن هؤلاء فقط فذكر أبناء الحسين فقط. فعلي الأكبر وعبد الله الرضيع ليس داخلا في هذا التعبير، هذا التعبير خاص بالسجاد وما بعده من الأئمة إلى القائم. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ هذا هو السبيل، هذا هو سبيل الله. أين السبيل بعد السبيل؟ هذا هو سبيل الله. سبيل الله سبيل علي وآل علي. والذين قتلوا في سبيل الله، ماذا تقول الآية فلن يضل أعماله؟ هناك تغيرات وهناك نشاط حتى بعد أن قتلوا، قتلوا في سبيل الله، فهناك نشاط، هناك فاعلية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وماذا تقول الآية التي بعدها سيهديهم؟ هذه هداية بعد أن قتلوا في سبيل الله، بعد الموت سيهديهم ويصلح بالهم، وهناك إصلاح لبالهم. هذا يعني أن الموت ما هو بنهاية، هناك ما بعد الموت، هناك وهناك الطريق طويل. آهٍ من بعد السفر وطول الطريق، آهٍ وقلة الزاد. والذين قتلوا في سبيل الله، هذا قرآن، قرآن هذا، هذه المضامين لن تفهم إلا في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. ماذا جنى علينا هؤلاء؟
هؤلاء الأغبياء والسفهاء في النجف من مراجعهم وخطبائهم الذين يتحدثون عن أن أحاديث الرجعة، عن أن عقيدة الرجعة لا تساوي فلسا، لا تساوي قلامة ظفر. ماذا فعلوا بأنفسهم هؤلاء؟ ماذا فعلوا بأهليهم؟ ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بأجدادنا وأبائنا؟ أي دين، أي قذارة قدموها لنا على أنها دين محمد وآل محمد؟ أي مزبلة هذه التي يقدمونها لكم على أنها دين محمد وآل محمد؟ هذا القرآن لا يفهم إلا وفق عقيدة الرجعة العظيمة. هذا قرآنكم بين أيديكم، وأنا مستمر في قراءة الآيات منذ أن بدأت هذه الحلقات وإلى الآن، وكلها لا يمكن أن تفهم إلا في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. في الآية التي بعدها ويدخلهم الجنة عرفها لهم بعد ذلك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كثيرون من الذين نصروا الله وأخلصوا في نصرهم لله لم ينصروا في الحياة الدنيوية، حتى قتلوا، حتى ماتوا. أصلا في الأحاديث عندنا من أن الله أخذ عهدا على المؤمن ألا يشفي، ألا يشفي غليله من عدوه في هذه الدنيا. متى يتحقق ذلك؟ يتحقق في الرجعة العظيمة. هكذا نقرأ في زيارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، مولاي بقية الله، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. فإن الله أخذ على المؤمن ألا يشفي غليله من عدوه في هذه الدنيا. إننا نتحدث عن أولياء محمد وآل محمد المخلصين والمخلصين، أتحدث عن هؤلاء.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد يتحقق جانب من هذا المضمون في الدنيا لبعض الذين آمنوا، لكن الآية تتحدث عن الجميع، عن الجميع لن يتحقق هذا إلا في عصر الرجعة العظيمة، لأن الذين محضوا الإيمان سيعودون جميعا في عصر الرجعة العظيمة، وهؤلاء هم الذين ينصرون الله بصدق. فالبعض نصره الله في الدنيا، وكثيرون ما نصرهم وقتلوا مظلومين، أو ماتوا على الفراش بحسرتهم، ولم يستطيعوا أن يشفوا غليلهم في هذه الدنيا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فهؤلاء قتلوا مظلومين، سيهديهم ويصلح بالهم. عجبا هذا، بعد أن قتلوا ويدخلهم الجنة عرفها لهم، لكن متى سيصلح بالهم؟ متى سيصلح بالهم؟ ومتى سينصرهم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المطلع الأعلى والأوضح لهذه الآية في عصر الرجعة العظيمة، تتذكرون في التفاصيل المتقدمة في المعركة الأخيرة مع إبليس، من أن أنصار أمير المؤمنين سيتراجعون إلى الوراء، حتى أن أرجلهم ستلامس الفرات، ستلامس ماء نهر الفرات، ولكن بعد ذلك ستثبت أقدامهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المطلع الأعلى هو ذلك الذي تحدثت عنه تلك الروايات عن معركة الوقت المعلوم، إنها معركة المعارك، تلك هي أم المعارك التي كان يتحدث عنها صدام المجرم. أم المعارك هي تلك المعركة، معركة علي مع طغيان إبليس بكل مراتبه في زمان الدولة العلوية الكبرى، ومر الحديث عن هذا. هناك يتحقق هذا المعنى في أكمل صوره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعتقد أننا من خلال هذه الجولة بين آيات الكتاب الكريم يمكنني أن أستمر معكم، ولكن
الحلقات ستطول وتطول.